عندنا رايه وحده، خصنا نحافظوا على رايه وحده، حافظوا على رايه وحده. وهذه رساله ديال سيدنا، هذه رساله ديال سيدنا. راه المغرب ماشي هو الياس المالكي، راه المغرب ماشي هو هذاك، راه المغرب ماشي هو فلان، راه المغرب دوله عندها رايه وحده، عندها سياده وحده. لازم اننا نحافظوا على هذه السياده، خليونا من التعصب القبلي، خصنا نحيدوا هذا الشيء. اليوم رساله من جهه انا محتمى وعندنا الثقه في الله. اي حاجه دارها الياس المالكي لا خطا ولا شي حاجه، انا كنعتذر من الناس. حنا نديروها بلاصتي، نمسحوها بلاصتي. شوف الله يرحم الوالدين. حنا اليوم كما قال الحال الياس طايح، خصنا نوقفوا معاه، ماشي مع الياس، خصنا نوقفوا مع الوالده ديالو، خصنا نوقفوا مع الاب ديالو، خصنا نوقفوا مع الاخوان ديالو. علاش نوقفوا معاهم؟ لوجه الله. الا دار الياس واحد الخطا، راه انا قلتها وسبق لي قلتها، راه باقي صغير في السن، ما نديوش عليه، ونتمناو انه يتعلم من هذا الدرس. هذا يوم اللي دوزها في اعتقال احتياطي، وجا في حاله اعتقال. كنتمناو من السيد وكيل الملك انه يراعي الظروف الاجتماعيه والظروف الصحيه ديال الوالده ديالو، ويطلق السراح ديال الياس ولو بكفاله ولو باي، ويجي في حاله متابعينو في هذه القضيه. متابعينه الاخبار الزوق من هذه المنابر ديالكم. كنتمناو منه الله يرحم الوالدين انه يتنازل على القضيه اللي رافعها على الياس، فقط لوجه الله. لان كنعرفوا هو كيعاون الناس وكيساعد. شوف اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، الاخ ديالي الشينوي، راهم تعاونوا معاه فاش طاحت الصحه ديالو، راهم وقفوا معاه وتعاونوا معنا. توقف مع الناس كنعرفوا الاخ الرحيمي راه تيتصل دابا وكيسول الاخ بدر بانون، الاخوان كاملين تيتصلوا دابا وتطمئنوا على الحاله ديال الياس. كما قلتي واحد الكلمه وغادي نعاودو، قلتي لي ان ما نديوش عليه انه كما كنقول انه ولد ولادنا، ولكن تحريف القران الكريم دازت ديك فاش كنضرب من الاول البرقالي دازت، ولكن دابا حاليا نحسبوه حتى هو غلط محد مع الامازيغ. شوف كنتمناو من الله سبحانه وتعالى، اي واحد كنتمناو له الهدايه. اي واحد كنتمناو له الهدايه. يعني الانسان، يعني العقوبات السجنيه والعقوبات الردعيه ديال القانون الجنائي ما كتجيش باش تدمر الحياه ديال الشخص. يعني السلطه التقديريه ديال السيد وكيل الملك كتجي مراعاه الا كان واحد السيد غيتصلح، جا عندنا كنيابه عامه وعطانا وعد انه غيتصلح، راه السيد وكيل الملك عنده السلطه التقديريه انه ياخذ بعين الاعتبار هذا الكلام ديال هذا الشخص هذا والالتزام ديالو انه غيتصلح وما غاديش يعاود الكره. يعني في النظر ديالك الوليدات كيشرفهم يتفرجوا الياس المالكي رغم المعيور. شوف الياس المالكي جاتو هذه الفرصه ديال دوليه، كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يغير، يحاول الياس انه يتغير ويكون واحد انسان مواطن مغربي ويمشي يشرف، لانه مؤثر دابا حاليا. مؤثر، يعني الدراري الصغار كاملين دابا كيتفرجوا فيه. الياس ملزم انه يتغير 180 درجه. لانه غادي يمشي يشارك في واحد الملتقى اللي هو عالمي وغيضربو ديال المغرب، خاصو يكون انسان في المستوى ويشرف. فهمتي، انا كنتمناو من الياس، لانه كما قلت لك الياس خارج السوشيال ميديا، راه ماشي هو الياس في السوشيال ميديا. ولكن هما داروا هكا باش نمشيش هو زعما يتفر. شوف كاين الحسد. علاش هما داروا؟ لا كاين الحسد. الحسد موجود، كاين. يعني ماشي كلشي الناس الان خارجين كلشي تيتشفى في الياس. هادشي عيب. راه الانسان، شوف الانسان ملي كيوصل، الانسان ملي كيوصل للسبيطار، الانسان ملي كيوصل للسبيطار ولا كيوصل للسجن كنحبسو. عبد الله، راه بزاف الناس راه كيكونوا مضروبين، وملي كيجيو عند النيابه العامه وملي كيتقدم المشتكى به
وكيدوز الجيور اولا كيدوز الحبس الاحتياطي داخل السجن كيكونوا تنازلات، الناس كتنازل على الضرب والجرح. ولكن كما كتشوف ان الاهانه راه ماشي شخص، راه هي واحد الاخوان ديال الامازيغ اللي هما بالملايين. شوف اخوان الامازيغ، شوف المكون الامازيغي مكون يعني مهم داخل الدوله المغربيه، وهذا الشيء اكد به اكدوا الاب ديالنا الحسن الثاني، وتاكد اكدوا يعني الملك ديالنا محمد السادس حفظه الله على ان اخواننا الامازيغ راه هذوك راه ناس راه ما بقاوش نقولوا ان راه جزء لا يتجزا من 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 الموروث الفكري والثقافي والمكون المغربي والامازيغي، راه مكون يعني هو اللي كيصب داخل النهر المغربي. فهذوك خوتنا ماشي كلام ديال الياس هو اللي غيحرك الامازيغ، الامازيغ كبار على انه يجي واحد غادي يحركهم، فهمتي؟ مؤثر. شوف مؤثر حنا قلنا حنا شوف حنا لا حنا قلنا لا حنا قلنا ان الياس دابا ملي خرج خرج دابا ودوز هاد اليومين ديال الاحتياط، كنتمنوا ان الله سبحانه وتعالى يهديه ويهدي جميع المسلمين، الله سبحانه وتعالى تيغفر. كنتمنوا ان الياس اذا لازلنا معكم من امام محكمه استئناف محكمه الابتدائيه بمدينه جديده، بقاو معنا غنرجعو لكم في مباشر اخر.